دارت الاجازه في 98 ولكن بقات كتناضل كتمشي للمرباط تيناضلو وكيجيو تلاش من وقت ومعطلين ومكرفسين زعما ماشي دازت عليهم شي حاجه كثيره ماشي شويه. وهذه المبادره راه نفعت الناس بزاف ماشي عا بنتي، نفعت بزاف الشبه اللي كانوا معطلين والشابات بزاف. تنصح الشباب باش يخدموا هاد الخدمه هادي. اللي عجبني هو الصحه ديالي مزيانه، الرياضه هي الاولى. بدا المشروع تنشوفوه تيتحط على ارض الواقع، بدات الاشغال هنا، تزاد الحماس اكثر واكثر، ولات القابليه ديال النساء الجمعيه ولاو تينخرطوا اكثر في التعاونيه. التلامذ كانوا كيعانيو كيمشيو على رجال واحد المسافه طويله ديال 7 كيلومتر، يعني بين المشي والمجي 14 كيلومتر في النهار. دابا الحمد لله يعني المدرسه الابتدائيه التحضير الثاني قريب، والجامعاتيه واخا بعيده ولكن النقل حاضر، يعني كيديوهم في الصباح وكيرجعوهم على العشيه. السنه الاولى والثانيه كنا كانت تقريبا على دارنا، كنمشيو على رجلينا في الدوار ديالنا، ولكن دابا كيدينا الترونسبور الحمد لله. كنوض في الصباح مع 7 الصباح، كنبدل عليا، كنهز الكارطاب ديالي، كنمشي نطور، كنجوز على الاصدقاء ديالي، كنمشيو للمدرسه، كيجي مورانا النقل، كنمشيو للمدرسه كنقراو، كنتعلموا الاداب والكلام الكلام الصالح، وما كنتعلموا شي الكلام الفاشل. بوم 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 هيا هيا راش النقل المدرسي مخيار. كيعجبني فيه ملي كان يجي مورانا حتى المدرسة. Very good.
ويرحل بي وينقلني إلى أرض أعين أحلى أشم ترابها الغالي أقبل رأسها العالي إلى قمة صوت الريح يسمعني وغني دائما الفرحة بقلبي أنت يا وطني بقلبي أنت يا إنسان هذا المدرسي واحد السلوك خايب بزاف حيت خص التلاميذ يكملوا الدراسه ديالهم وما ينقطعوش عليها حيت الدراسه في هذا الزمان هي اهم حاجه للانسان. امل في صمت وجه ابي الذي قرات في جبينه الف حياه من امري وتذكرت امي الحنونه لو كانت على قيد الحياه لكانت بجانبي تذرف دموعا غزيره. اولا إذا عندما ألتقي بأحد من الناس ماذا أقول له؟ سلم عليه وابتسم. إذا أولا يجب علي أن أسلم عليه وألقي عليه تحية الإسلام. الهدف المدرسي يعني بصيغة بسيطة هو انقطاع التلميذ عن الدراسة، ما كيبقاش يستكمل الدراسة إلى آخر سلك إلى حتى ياخذ الشهادة ديالو. واخا بالنسبة لهاد الظاهرة هذه تشكل يعني تحديا عميقا للمدرسة بالخصوص في العالم القروي ولأسباب عديدة، ولكن منها أساسا بعد سكن الأسرة على المدرسة مما دفع الوزارة باش تقلب على حلول. سجل وي أمي؟ نعم. المدرسة الجماعتية هي مركب تربوي بديل في العالم القروي، ويتم اختيار تشييدها في أماكن مناسبة. مؤسسة المدرسة الجماعتية هي مؤسسة تتوفر على مجموعة من المرافق، منها المرافق الصحية، مرافق الرياضية، منها قسم الداخلي للإيواء، بالإضافة إلى الحجرات الدراسية، كما أنها تقدم مجموعة من الخدمات منها الإيواء للتلاميذ الداخليين والنقل المدرسي. عجبتني زوينة بزاف، تلاقيت وتعرفت على أصدقاء وصديقات جداد وعلى مربيات. إحنا هما عزيزين علينا وهما كذلك، ومعاملة مزيانة وموالفين معاهم، هما كذلك موالفين معنا. بعد كانوا عندنا مستويات كيتجمعوا في واحد القسم مشترك، أما هنا كنتعلموا تعليم زوين وعندنا المربيات كيتهلاو فينا بزاف، كيبقاو معنا 24 ساعة على 24 ساعة. بس كاع ما كان عندنا هاد الشيء. عجبتني المربيات كيطلعوا فينا بزاف، المهم كيديروا لنا داكشي اللي بغينا، كيطلعوا فينا الا قمطنا كيونسونا. صافي نبداو.
قنط بالنسبه للقنط غير في الاول صافي غير كيتولفوا مع المربيات الضحك والنشاط في كندير لهم انشطه في المطعم في الاقسام ديالهم مع الاساتذه ديالهم صافي ديك الساعه كيتولفوا في الاخير صافي واش كيمشيو كيمشيو كيبكيو كيكونوا صافي تولفونا السلام كيفاش دوزتي النهار ديالك مزيان؟ مزيان الحمد لله. قريتي؟ مزيان؟ اه. شنو قريتي هذا النهار؟ احنا واحد الوقت ما كان لا مطعم لا ترونسبور لا حتى شي حاجه، يعني كدي شي حاجه في يدك في الصباح كترجع حتى الليل، ما كاين الماء ما كاين ماكله ما كاين سوا الا قريتي شي حاجه ولا ديتي شي حاجه من الدار، داك الشيء اللي كاين. دابا الحمد لله يعني كنشجعوا الناس يرجعوا ولادهم يدخلوا المدرسه ويقراوا، وكنتمناو النجاح لاولادنا ولاولاد المغاربه كاملين. يعني من طنجة حتى القويرة كنتمنى للتلاميذ اللي ما تحت لهمش الفرصة أنهم يكملوا الدراسة ديالهم أنهم ما يستسلموش وخصو يكونوا متفائلين حيت هذا مكتب الله ويكملوا على الدراسة ديالهم من جديد. الحمد لله أنني أصبح طبيبة. كنتمنى نكون أستاذ اللغة العربية. جوزوي لامي روج نوا. الحلم ديالي في المستقبل انني نولي دكتور، كتعجبني بزاف هذه المهنه لانها مهنه شريفه جدا. الحلم ديالي في المستقبل انني نكون استاذه، حيت الاستاذه مهنه ديالها شريفه كتعلم التلاميذ صافي. مي جو بو اتر لو غران فير جامبورت لي شابو سي تريزو لا مير افيك سي فلور. جاونا وقالوا لنا واش تبغوا تخدموا، وفعلا حنا بغينا نخدموا، بغينا ندخلوا شويه نخرجوا من العزله القرويه ونخرجوا حتى حنايا ونشوفوا وندخلوا لميدان التسويق وتحاولي تنجحي حتى انت شويه تدخليه على حسب الرغبه ديالك باش ما تبقاي عاله على حد تطلبي هذا ولا تطلبي هذا ولا تحاني الراجل حتى يعطيك ولا. والحمد لله كنتمنى التعاون يزيد لقدام. ايوا واش درتو كملتو؟ كنا غير جالسين في الدار ما كنا لا خدامين لا والو.
مربية بيت جالسة في دارها كتدير غدا وليداتها عشاهم كتمقابلة دارها في المنزل ديالها. دابا الحمد لله كنجو بحال هكا كنخدمو في التعاونية. كنستعملو مشتقات حليب ليبي كنديرو فيه جبن، كيجيبو لنا الحليب وكنقادو حنا جبن على حسب الكوموند اللي عندنا. نجيبو الحليب كنخدمو كنقادو به الفرماج، الغد ليه كنجيبو كنأمبالو داكشي اللي سميتو وكندفعو الكوموند ديالنا. اللي شفتها التعاونية هو خرجت، ما كنتش كنسافر بزاف، حدي الا خرجت من داري كنمشي عند اهلي صافي ندوز داك الكونجي ورجع لحالاتي. ودابا عندنا كنخرجوا كنسافروا كنمشوا زعما المغرب درنا فيه شويه، شفنا فيه تقريبا شي حوايج ما عمرنا شي بلايص ما عمرنا شفناهم وكنتلاقاو مع الناس، كنتلاقاو مع العيالات، كنتبادلوا معاهم الحوار وكنجمعوا معاهم تياش عندك وهادي وهادي، وكندخلوا سميتو مع العيال تنتلاقاو معاهم في المعارض. كنمشيو مشينا المعارض ديال طنجه والمعارض ديال مكناس، المعارض ديال تيزنيت ديال تفراوت ديال تيزنيت. حاولي ملي بدات قالتي هذيك التقطعه ديال الميكر حنا كنتمنوا، ولكن حنا عندنا اكراهات في التسويق. التسويق ما كاين، كنصاوبوا دابا غير محليا، كندوا للسوبر مارشي مره يتباع مره ما كيتباع ليناش، وعينا كاع كنوقفوا بعض المرات كاع ما كنخدموش. كنخدموا بحال هكا في المعارض، معارض مكناس المعارض الاخرين المغربيه غير محليا المغربي كنتسوقوا له صافي. كنتمنوا نديروا اتفاقيات مع السوبر مارشيات نخرجوا شويه السلعه ديالنا لبرا، يكون عندنا الرواج شويه تمشي التعاونيه بعيد. كنتمنوا حتى هذه جميله وسكينه تجي عندها تطلبها عند الدار السيدراتي. سد عليه الكوكوت. التعاونية إلا تحسنات وعاد فيها عادت خدامة وعاد المطلوب الجبن هذا اللي تنصوبو يكثر عليه الطلب، تنتي غتحسن الوضعية ديالك، ضروري غتحسن الوضعية ديالك. إلا بعتي ودخلتي سميتو عرفتي راسك راه بعتي واحد الكوموند دفعتوه، راه غادي يجي فيك غادي يجي عندك شويه ديال الفلوس انت والعيالات اللي خدامه معاهم. نهار كيجيو دوك الفليسات كنقسموهم، كل وحده كتشد لي كتب ليها الله، كنجيو ناشطين
كنجو فرحانين. مشيتي للسوق تشري هادي، شري حاجه خاصك في الكوزينه، تشري بزاف د الحوايج، واخا داكشي قليل، المهم اللهم شويه ولا بلاش. واخا كتكون عندنا شويه الوقت مكروفه، كنجو مع الجوج عاد كتسالي، تجي ثاني طيبي الغداء، تجي تزربي، تجي والحمد لله. اللهم هكا ولا والو، كنتمنى يكون شي حاجه احسن من هكا، كنتمنى تكون شي حاجه احسن من هذا الشيء. ربي يدوم وخلينا عليك الدار البيضاء، بالتالي خديت الدبلوم ديالي اللي كان هو الإجازة في القانون الفرنسي، خديته من الجامعة ديال المحمدية، جامعة الحسن الثاني المحمدية، كان سنة 2002. أبخي خدمت اشتغلت بزاف ديال المناصب في مدينة الدار البيضاء في ديفيرون بوست، كانت لا بوسيبيليتي دو تروفي ان امبلوا فاسيل. خدمت واحد ليتود دو نوتاريا او ديبي، مي سا با مارشي باش ندير نوتاريا، كان هذا هو الحلم ديالي. شاهدت الاقدار على نجي لمدينه سيدي قاسم، في كل مدينه كانت كتفتقد هكا دي بوست دو طرافاي، ما كاينينش فين يخدموا الناس بزاف، كان تري ديفيسيل انني نلقى فين نخدم. بقيت كنهضر وكنبحث، كندوز دي كونكور ديال الوظيفه العموميه، مي سا با مارشي، سا با مارشي افيك موا. وسمعت بواحد الجمعيه ديال حاملي الشواهد المعطلين، التحقت بها جكرا في سنة 2010، التحقت بها. بقينا كنناضلو، تعرفت على الإخوة اللي تما، ناضلنا در في عدة وقفات، عدة هذا باش نطالبوا بالوظيفة العمومية. جات الفكرة ديال أننا نشتغلوا مع المبادرة، يعني كانت فكرة ديال تشغيل ذاتي. قلنا علاش لا، فكرة زوينة أن الإنسان العود اللي يبقى يناضل ويبحث على الوظيفة العمومية، علاش ما ندوزوش لهاد الفكرة ديال التشغيل الذاتي ونلقاو راسنا في حاجة أخرى. حنا بعد ما خدينا يعني الدبلوم ديالنا وخرجنا للواقع، كنا عندنا واحد العلم كبير، ساعه استخدمنا بواحد الواقع ديال الشوماج. مرينا واحد الفتره اللي هي من 2000 حتى تقريبا 2011 وحتى 2012، وحنا يعني كنعيشوا فتره فراغ، فتره ديال البطاله. ملي تقطر علينا يعني هاد الانشطه المدره للدخل، الانشطه اللي هي بديله عن الوظيفه العموميه، في البدايه كنا متشبتين بالوظيفه العموميه، ولكن ملي تعطات لينا هاد الفرصه ديال هذا دخلنا كتجربه، كنا متخوفين، ولكن الحمد لله الامور غادا مشي مزيان. كاينه بوادر نجاح جات من مجموعه ديال المسائل، من بين المسائل الاساسيه اللي جات اللي السر ديال النجاح ديالنا، كاينه الانسجام داخل المجموعه، ثانيا ان السلطات المحليه في شخص يعني العماله، في شخص يعني شركاء اخرون ساعدونا بزاف وعطاونا ارضيه ومشات الامور مزيان. السلام عليكم. عرفت عليكم اليوم ان شاء الله، عرفت
نخدموا واحد المجموعه ديال التمارين. اذا اليوم قلنا ماذا؟ مراجعه عامه لماده الرياضيات. في الجمعية الوطنية اللي حملت شهادة المعطلين المغرب فرع سيدي قاسم، وبطبيعة الحال أن الناس ديال الجمعية دائما كانوا كيطالبوا بالوظائف العمومية وبعض الامتيازات من قبيل الأكشاك والبقع الأرضية إلى غير ذلك، إلى أن وصلت فكرة أننا ممكن نستفدوا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروع مثلا سواء مؤسسة للتعليم الخصوصي أو مقهى أو ما شابه ذلك، إلا أننا في آخر المطاف استقر رأي مجموعة من الإخوان المنضويين تحت لواء الجمعية الوطنية على أساس أن الاستفادة تكون مؤسسة تعليمية لا لشيء بحكم أنها تحتضن أكبر عدد ممكن من المعطلين، وهذا بطبيعة الحال هو الذي جعلنا نكون يد واحدة من أجل إنجاح هذا المشروع. فكانت الفكرة الأولى أننا بعد موافقة السلطات المحلية على إنشاء هذا المشروع قمنا بتكوين لمدة 400 ساعة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وبشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. حاليا ان النفسيه ديالنا ديال بكري راه ماشي هي ديال دابا حنا كنطمحوا يعني كولينا كفاعلين منتجين ولينا كنشغلوا معنا يعني في العوض ما كنا كنطالبوا بالتشغيل ولينا كنشغلوا معنا ناس اخرين الحمد لله دابا العدد راه توصل ل 40 ديال الاسره اللي عايشه من هذا المشروع والمشروع بطبيعه الحال حنا لم نكن نتوقع هذا النجاح بهذا الشكل نظرا لمجموعه من العوامل كاين مجموعه من المدارس الخصوصيه اللي عادتها هي واحد الباع طويل في المدينه ولكن ولله الحمد بحكم ان الاخوه اللي كانوا معنا كلهم تقريبا لهم شهادات الاجازه زيد على ذلك بان الطموح وان البعض كان يمارس في المهنه الشيء الذي ساعدنا في انجاح هذا المشروع من بدايته وبطبيعة الحال أن المبادرة الوطنية كان لها واحد دور فعال لأن حياتنا قبل الاستفادة من المشروع ليست هي بعد الاستفادة في المشروع فقبل الاستفادة كانت صراحة حياة كلها يأس كلها تشاؤم مستقبل مبهم ولكن المبادرة الوطنية جعلتنا في فجر مشرق أصبحت حياتنا عفواً كلها أمال مستقبل ظاهر بمعنى أننا رسمت لنا الخطوط العريضة لحياتنا المستقبلية ساعدنا واحد شوية أننا الناس يخرجوا ساعدنا نقصوا شوية من البطالة في هذه المدينة لأن احنا كنحسوا كيف ما عشنا البطالة كنحسوا أن الناس يكونوا واخدين شواهد ويكونوا عاطلين على العمل ديكو فاش فكرنا في التشغيل فأول شريحة فكرنا فيها أننا نشغلوهما هما بيان سيغ الحاملي الشواهد كنا بدينا بهم هما الاولين يعني كانوا سباقين انهم يكون تكون عندهم واكبناهم درنا معاهم دي فورماسيون نعم هو حقيقه كان حلم لان واخا كنا غاد في هذا المجال هذا
كنا كنقولوا ما نعرف يقدروا يوافقونا يقدروا ما يقبلوش يقدروا كذا، كان حقيقه حلم. والرساله اللي كنوجه ان الاخوان ديالنا لي شومور في المغرب هو ان بنادم اللي جالس وسد عليه الباب ما عمره غيوصل لشي نتيجه معينه. يعني ضروري خصك تطرق الابواب، ضروري خصك تدمر وتضرب تماره مزيان، ضروري كذلك خصك انك ما تبقاش منحاصر ما تبقاش منغلق، خصك تنفتح على الاخر، خصك تسمع الاخر. وبالتالي الا مشى بنادم وامن وبحث بهذه المسائل هذه اكيد غيوصل لواحد يحقق ذاك الحلم اللي كان كيحلم به. الحلم ديالنا كنا كنقولوا ما نعرف يقدروا ما يمشيوش معنا، يقدروا ما يعطيوناش، يقدروا، ولكن بحكم الاصرار ديالنا على الوظيفه يعني نتخلصوا من داك الشومار اللي كنا كنعيشوا فيه، وبحكم يعني المساعده ديال الاخرين ديال السلطات المحليه، الجماعه، النيابه الى غير ذلك، اننا استطعنا نحققوا مشروعنا والحمد لله كانت الامور غدا مزيان. لا الحمد لله غادي مزيان، هذا على اعلى مستوى التسجيلات في المستويات كامله الحمد لله. كل شيء المستويات ديال الاول والثاني والثالث ديال الفكره، كل شيء غادي مزيان الحمد لله. هذا هو ديال الحمد لله. اذا مسافه الحمد لله اليوم ديالنا راه كيتمحور حول الحصيله الثانويه ديال 2019، ونسولوا السيده المديره غير على مساله ديال النقاط خصوصا في مسار كان عندنا بعض المشاكل السنه الماضيه، هاد السنه هذه واش ما كاينش اشكال؟ الامور غادي مزيانه؟ الحمد لله الامور غادي مزيانه، وتم ادخال النقط والنقط ديال التلاميذ تبعت على الارتياح، يعني بالنسبه للمستويات غادي المستوى ديال التلاميذ غادي في تحسن. نعم استاذ، بالنسبه للامتحانات الموحده ديال 2019 تمت مراقبتها يعني بشكل صحيح؟ طلعت على كل شيء؟ جميع الامتحانات تقريبا تمت مراقبتها، والبعض منها تم نسخها باش تكون ان شاء الله يوم الاثنين جاهزه. الاستاذه غير بالنسبه للتسجيلات، ولكن واش باقي كنعانيو من نفس المشاكل اللي كنا كنعانيو من السنه الماضيه؟ بالنسبه للتسجيلات الحمد لله العام غادا على اعلى مستوى، لا في التعليم الاولي ولا في التعليم الابتدائي، ولكن المشكل اللي كنعانيو منه بحال السنوات اللي دازت ان دائما الطلب تيفوق العرض، يعني حنا عدد الحجرات عندنا باينين محسومين، ولكن التسجيلات كتجي تبارك الله اكثر من القياس. اللي ناقشنا في هذه النقاط هذه ان شاء الله بحول الله. بالنسبه لنا حنا الحلم لم يتحقق بشكل كلي، بل هو تحقق بشكل جزئي، لان الطموح اكبر من مؤسسه ابتدائيه، بل الافاق المستقبليه اننا نطمح في مؤسسه اعداديه وفي مؤسسه ثانويه. وخصوصا ان النجاح ديال هذا المشروع من طرف المعطلين بمعنى اثبتنا كفاءه المعطل بانه ليس معطلا في عقله، بل هو عندما تتاح الفرصه فانه يثبت الكفاءه. صبرنا واحد سنين طويله وحنا ما تنتخلصوش، ديكو نقدروا نزيدوا نصبروا سنوات اخرى، مي الصبر ماشي هو صبر، الصبر انك انت ما كنتيش خدام وما كتخلصش، ماشي بحال انت عندك ان ستاتيو وعندك خدام عندك ان بروجي مي تتفكر انك ما تربحش حيت بغيتي تكبر لو بروجي. من هنا هذا هو اللي خلانا البروجي يكبر، واننا نطمعوا كل عام تنقولوا اوليو باش مثلا نزيدوا في لو سالير ولا نديروا نزيدوا دو كلاس، نزيدوا ان اوتر ترونسبور، نكبروا اوليو باش يبقى عندنا غير مثلا ان سو كلاس في شاك نيفو في البريمير نديروا دو نيفو دو جروب في شاك نيفو، علاش لا العام اللي وصلنا غنديروا تخوا جروب في لي نيفو، نكبروا لو بروجي. موسيقى
عند اخر لك ما انت نشيميك تنزل نجرى زي ما فوقني الدغزه انت زغ زرا هاني غاسد راك انت انا ولا وين حتى نمشوا ايا بنتي نرنسن فوق نرن حمام نرا اهو يا عندنا ويميك ان شاء الله حتى كرخ عرسك اخلف دوري تروانو درخي الى بهاي الدوخ او غادي مكنز وكلني اش كي غدع برخت دوخ سك الله دوري زاخا الماكله تروانو الشنت يغلى الحوايج كوخ كيخن زاخا غروم الدوخ حشيش غدغي كيران بخيل بهاي مزال الدوخ زاخ سوزو كلني او غدا غاينير سقسيدي ربي التعاونيه البادر نتاوي 20 كيلو 25 عرض نتاوي 30 عرض نتاوي 40 كلشي تيزي الناس بتي تاود الخير نسيدي ربي عرض نتفاي التعاونيه عرقس نقايميك غير كادو رسول تيني تيور كاس فكي تعاونية نخار تقيس نخار سوا 2000 ريال بلاش نكشمن بلاش تقيس نقايميك مثلا تعاون كل شيء صايرن تقمين ولا سروان ولا كل شيء غايد غيك غاخت لا تعاونية غنشكر ربي الحمد لله نتاوي كل غيك غايد زكني نويت كل شيء ميام نتفايس الحمد لله نتخلص قيس اللهم لك الحمد ولكن هاتا وريت شواء يا اختينا والحق ورقيتي لي لعيب يا يا بسم الله بسم الله يا كنا كندرت الدراسه ولقينا باللي يمكن نستغلوا حنا هذوك العشب الطبي والعذريا من هنا جات الفكره ديال التكوين التعاوني حد الجمعيات كنا بدينا بتسعود ديال الجمعيات ديال الدوابر كل دوار فيه جمعيه وقلنا ما يمكنش لينا نستغلوا يعني هذاك المجال الغابوي الفلاحي ونحاولوا نطوروا هذاك ونتمنوا هذه النباتات الطبيه والعذريه فكرنا باش نديروا تعاونيه حيت التعاونيه هي اللي عندها الحق باش دير باش تدخل في داكشي ديال الارباح درنا نديروا واحد اتفاقيه الشراكه ما بين التعاونيه والاداره ديال المياه الغابات واحد الاتفاقيه اللي فيها 3117 هكتار في المجال الغابوي اللي كتستغلها التعاونيه بصفه قانونيه يعني هاد 3117 هكتار ديما كنهضروا على دوك 10 دواور درنا المساحة كلها اللي في عصر الدوابر اللي فيهم هذوك النباتات الطبية والعذرية مشروع دار في إطار مخطط المغرب الأخضر الدعامة الثانية ديال مخطط المغرب الأخضر تتمين سلاسل الإنتاج تمام، تعمل نعمل صح،
انتاج العام منذ انطلاق مخطط المغرب الاخضر سنه 2008 من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات اعطت واحد الاوليه كبيره لاقليم الحوز خصوصا بالنسبه للدعامه المتعلقه بالفلاحه التضامنيه. لحد الان عدد المشاريع اللي تمت بلورتها في اطار مخطط المغرب الاخضر في الدعامه الثانيه في اقليم الحوز لا في المناطق اللي تتعرف الجبليه او البوريه وكذلك المناطق السقي الكبير، فهي 32 مشروع بواحد الغلاف مالي ما يجهز مليار ديال الدرهم. هاد المشاريع اللي عرفت الانجاز ديالها تتهم السلاسل المهمه في المنطقه واللي تتكمل خصوصا في قطاع الزيتون اول حاجه، ثاني التفاح، النباتات العطريه والطبيه لانه الحوز تقريبا 74% من المساحه ديالو فهي مناطق جبليه. المراه القرويه ولات عندها تلعب واحد الدور كبير لا داخل الاسره ديالها ولا في داخل الجماعه ديالها، وهنا عندي مثال بان واحد المراه اللي النساء قرويات اللي ولاو عضوات في الغرفه الجهويه مراكش اسفي. اذن انا بالنسبه لي هذه المشاريع اللي كاينه في المنطقه هي خلقت ديناميكيه اجتماعيه واقتصاديه داخل المنطقه. اشكو في الوقت شاتي ولا يرتكم غير الحمد لله نشكر ربي زعما التوي يمي كانت مزو كل انتفاعات التعاونيه نتخلص كيس الرجال وكاينين العيالات. انا بالنسبه للرجال اللي كاينين في التعاونيه كيكملوا مثلا كنديروا واحد ستوك ديال النبات الطبي والعطريه اللي كناخذوا منه وكنديروا تقطير وكنديروا التجفيف وكنديروا الزيوت الاساسيه والشامبون. وبالنسبه للعيالات اللي كاينين في التعاونيه كيديروا واحد من النبات الطبي والعطريه خرجوا واحد الحاجه اخرى اللي هي سكسو بالاعشاب الطبيه، يعني هذوك الاعشاب الطبيه مشاو يديروا واحد الحاجه اللي استغلوا فيها هذوك الاعشاب الطبيه وخرجوا واحد المنتوج اخر فوسط 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 هذا فوسط المشروع ديال النبات الطبي. غايت غنخرج معايا كوا إزبورن غيك ختلا تعاونية نكشم تيتاخ نكني زاد نتاوي طومزين نسيرت نزداط شعير نزداط نسيفت عرنا طورن تمنية غاي 11 صغين 11 غسا راه تخدم 11 عسكر راه تخدم 11 الزميطة يغرس تنصوب راه خزمنت ختينا سكسو أست خزمنت نسكن كنتي الزميطة العشوب عرفت نتاوي نصغرتنا غا نقيت مزيان نصغرتنا غمالو نويت نكمت عرفت قلنا الراس نسيفت
نصوب الزميطه مقياس كل العشب على سن كلوني سافر نعبرت عرفت نتعبر حتى تكسو داخي غيقور يخرج يوش كاسكسو ناويتي الدغول نتا نعبرت نعبر الزميطاين نعبر بركوكس كله غاين دات نسكع صافي. المرأة القروية ما كتخلي حتى حاجة، كدير النبات الطبي العطري، كدير الغنم، كدير البقر، كدير كلشي، كيخصها شي حاجة باش تكمل. فهاد الباب مشينا للسلسلة ديال باش نطقو السلسلة ديال الأغنام، كانت دار لهم واحد المشروع مع المديرية الإقليمية للفلاحة ديال الأغنام، وكانوا هذوك العيالات عادشي في إطار تعاونية وفي إطار المشروع ديال النبات الطبي العطري استطاعوا باش يديروا تعاونية ويديروا المنتوج ديال سكتو ويديروا واحد حتى المنتوج الآخر المشروع ديال الأغنام. كانوا تعطاتهم واحد 48 نعجة، دابا حاليا استطاعوا باش يدبلوها على ثلاثة، يعني 48 ضربوها في أربعة. كاينة دابا المرأة اللي عندها جوج نعجة، كانت شادة جوج نعجات، وصلت دابا 12 راس، بما فيها العام العيد الكبير اللي داز، كانت هذيك جوج نعجات كانت عطاها العيد الكبير ديال العام اللي فات، وكانت عطاها كما نشوفوا كانت عطاها العهد العيد في العيد الكبير. دابا كاينة المرأة اللي عندها واحد اللي قدرت توفر واحد الأضحية ديالها، وكتحيد واحد النسبة ديال 60% ديال العيب ديال الرجل ديالها. يعني قدرات هذيك المرأة انطلاقا من النبات الطبي ديال العطرية، عطاتها واحد الرؤية وعطاتها وعرفها شنو غادي دير، ومشات للإنتاج ديال سكتو، عاوتاني مشات للإنتاج ديال تربية الأغنام. هي المرأة فاعل أساسي في المنطقة، ولكن فيما مضى ما كانتش تلعب الدور المناط ديالها، وما تتستفدش بالأعباء العمل اللي تتقوم به. في إطار هذا المشروع اللي تدمجت فيه المرأة بصفة مباشرة، تمكنت أولا باش نخلقوا أيام إضافية العمل، وتقريبا حسب الدراسة اللي قمنا بها كانت إضافة 4125 يوم عمل إضافي للمرأة. والطموح ديالنا هو حنا كتعاونية تونديس والتعاونيات الاخرين اللي كاينين في اقليم الحوز، نديروا يد في اليد ونتفقوا نديروا واحد الاتحاد اللي ان شاء الله نقدروا نوصلوا به هذه الزعيطره للاسواق الخارجيه. يغيبك يا ربي تودرت ان شاء الله نبغسو لا فوركي بلا غبات غله اصل ان شاء الله نسكري وكار نسكري هراي نسكري ايموكاين نسكري كلشي وين نسول نسار شول ان شاء الله نتمنى افوركي سولو قدام يا اختي النصيب يا ربي انت نتمنى ورنكو هاي اخي فيك ربي الصح نكنو لينا هنا مسلم مثلا تزل يساروان ولا الشغل نعاونا ارجازنا عاونا اللحه فوس غفوس أبدأ ويربي لهنا فوق ما حنا